President Obama. He celebrated his 52nd birthday yesterday. You can tell he's getting older because he no longer supports President Obama. It's very interesting. إذا كان إضحاك الناس أصعب من إبقائهم كما يقال، ففي وقت متأخر من الليل أصبحت الكوميديا في الولايات المتحدة محط اهتمام الملايين، ما جعل من دائرة الرئاسة مادة دسمة لإطلاق النكات وتسجيل أعلى معدلات المشاهدات التلفزيونية. Tell you how bad it's looking for President Obama. People in Kenya are now saying he is 100% American. That's how bad it's getting. كشفت دراسة جديدة تقول بأن منذ إعادة انتخاب الرئيس أوباما لولاية ثانية سجلت البرامج الكوميدية الارتجالية ما يقارب 300 دعابة موجهة إلى الرئيس في مقابل 100 دعابة فقط موجهة للجمهوريين. I don't buy it. ليس من غير المألوف للقائد العام للقوات المسلحة بأن يتحول إلى مادة هزلية، ولكن روبرت فليكر الذي ساعد بإعداد هذه الدراسة شرح كيف ساهم الرئيس بازدهار هذا النوع من الفن الكوميدي. أوباما لم يتعرض إلى حملة كبيرة العام الماضي، ظهور رومني كوجه جديد خطف الأضواء وكان من السهل السخرية منه، ولكن الآن عدنا إلى الرقم واحد في السياسة الأمريكية وهو الرئيس أوباما. ولكن الرئيس ليس وحده تحت مجهر الكوميديا، فأعضاء حزبه الديمقراطي أخذوا حصة كبيرة مقارنة بمنافسيهم من الحزب الجمهوري. Some Republicans are saying that due to his current scandals, President Obama should be impeached. That's what they're saying. Yeah. In response, Obama laughed and said, "Two words, fellas: President Biden." أذهل بيل كلينتون الجميع عندما شارك كمرشح في أوائل التسعينات في برنامج كوميدي وهو يعزف على آلة ساكسوفون في مسرح شبيه بعربته الانتخابية. أن تذهب إلى عرين الأسد وتظهر إلى الناس بأنك لا تأبه لسخريتهم منك، هذا عمل شجاع. Happy birthday. Thank you very much. ولم يتأخر أوباما بالعودة إلى دائرة البرامج الكوميدية عبر ظهوره في برنامج جاي لانو هذا الأسبوع بعد فضائح تناولت البيت الأبيض، بدلا أن يكون هذه المرة سبب الدعابة مما اضطر أن يتحمل عبئها بروح رياضية. تعتبر البرامج الكوميدية من أهم البرامج التلفزيونية في الولايات المتحدة الأمريكية كونها تستعمل كمؤثر فعال على مجرى الانتخابات الرئاسية كما حدث مع سارة بيلين وميت رومني، مما أدى إلى انخفاض شعبيتهما وخسارتهما السباق الرئاسي. أنا برغم لبرنامج اليوم، واشنطن.